خلينا نتكلم عن هذا الخلاف اللي حاصل ما بين إيلون ماسك وأبل، وإنه منع الناس يدخلوا الشركة وهم معهم آيفون. إيش الحكاية هاي كلها؟ لأن في مشكلة بين أوبن AI وإيلون ماسك. إيلون ماسك كان مستثمر في أوبن AI وكان من أكثر المستثمرين في الشركة. طيب. وحين إيلون ماسك قاعد يعمل على الـ AI الخاص فيه مع إكس اللي هو تويتر. طيب. فيشوف في تنافس. وحين اللي صار إنه عنده قضية ضد أوبن AI. وسبحان الله في اليوم اللي تم فيه الإعلان عن شراكة أبل مع أوبن AI راح رفع القضية. إيش هي القضية؟ عن إيش القضية؟ قضية على المستحقات وعلى إن ما أعطوا المعلومات الداتا والأشياء الخاصة فيه. نضربوا على المعلومات. على المعلومات. والداتا حقتنا بكل خصوصية. يا أحمد خلاص، ما إحنا خلصنا موضوع الخصوصية. بس أبل إذا تشوفي تسوقين على شارع الشيخ زايد وأي مكان تشوفين، من أهم الأشياء اللي عند أبل في تسويقهم اللي هي الخصوصية. إيه لازم طبعا لازم يقولوا زي كذا، يعني هذا الشيء اللي بنشوف.